ارتفاع معدلات اختطاف الأطفال في الفترة الأخيرة، حيث تداول نشطاء العديد من المقاطع وثقتها كاميرات المراقبة لعمليات اختطاف نجح منفذوها ببعضها وفشلوا في أخرى. في البصرة كمثال حاضر معنا بمقطع مصور، رصدت كاميرات المراقبة عمليتين لاختطاف الأطفال، الأولى نجحت والثانية فشلت بعد أن لاذت الضحية بالفرار من عصابة الخاطفين. نشاهد معا. السلام عليكم.